النهارده هنعمل الفايش الصعيدي بخميره السمسم. جبت لكم الطريقه الاصليه من قلب الصعيد نفسه. كمان المفاجاه ان احنا هنعمله النهارده بدون حليب، يعني بطريقه اقتصاديه. الناس اللي بتشتكي ان الخميره ما بتنجحش معاكم، باذن الله بعد ما هتشوف الفيديو النهارده هتنجح معاكي وهتبقى مضمونه 1000000%. من اول مره باذن الله هتبقوا محترفين. هقول لكم كمان على طريقه التسويه المثاليه. انا سويت كل الجمال ده في فرن البوتاجاز. ايوه زي ما بقول لكم كده، باذن الله هتعملوه زي ما انتم شايفين كده وكمان احلى. وكمان هقول لكم على طريقتين مختلفتين علشان تعملوا بيهم الفايش. قبل ما نبتدي وصفتنا يا ريت تنوروني وتشرفوني وتشتركوا في قناتي اسمها مطبخ ناهد فاروق، وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل وصفه يوصل لكم اشعار، وما تنسوش تفرحوني بلايك وشير للفيديو. في البدايه انا هستخدم 3 ملاعق من السمسم. السمسم ده ني يعني مش متحمص. هجيب المطحنة بتاعت الخلاط وهضيف فيها السمسم وهطحنه كويس زي ما انتوا شايفين كده، وهركله دلوقتي على جنب. وهجيب كسرولة او اي حاجة وهضيف فيها كوباية من المية، وهنضيف ليها 3 ملاعق كبار من اللبن. اللبن ده لبن بودرة، لبن نباتي اسمه لبن جوز الهند. اللبن ده صيامي للناس اللي حابين يعملوا الفايش صيامي، لكن لو حابين تعملوا باللبن العادي البودرة ممكن نيدو او ميرو او اي نوع من انواع الالبان. وكمان ممكن تستخدموا الحليب العادي. هنرفعه على النار لغاية ما يغلي كده، يعني هنعمله نفس معاملة الحليب اللي احنا بنشتريه من عند اللبان. اول ما يفور ويغلي كده خلاص كده انا هرفعه من على النار، لكن لازم يغلي معاكم ويفور. هستخدم برطمان يكون ازاز، لازم يكون نظيف ومتنشف ما فيهوش ولا نقطه ميه. هنضيف فيه 3 ملاعق من السمسم اللي احنا كنا طحناهم دلوقتي مع بعض في مطحنه الخلاط. السر بقى اللي بيسخن لي الخميره ويخليها تنشط كده وتبقى ناجحه ومضمونه باذن الله يعني 100% هو الفلفل الاسود. دي حبوب الفلفل الاسود اللي احنا بنطحنها عادي ونستخدمها في الاكل، لكن احنا هنستخدمها حيه، ما ينفعش نطحنها اطلاقا. ما تقلقوش طعمها ولا ريحتها مش هيكون لهم اي اثر نهائي. بقلب السمسم مع الحليب، لازم نقلبه طبعا كويس بالملعقة، وبعدين بغطيها في الحل كده وبغطيها كويس جدا جدا. خلاص كده الخميرة بقت جاهزة معانا. هنغطيها كويس وهندف فيها. غطوها في اي حاجة تكون كده قطن او تقيلة او بطانية، وحطوها في ادفى مكان عندكم في البيت. انا كنت شايلها في الدولاب واحيانا بشيلها في فرن البوتاجاز. المهم ان احنا ما نحركهاش خالص. بعد مرور 24 ساعة، يعني انت لو عملتيها الساعة 7 الصبح الخميرة، روحي تاني يوم تشوفيها الساعة 7 الصبح، ما تروحيش تحركيها قبل الميعاد ده، لازم بعد مرور 24 ساعة. وده بيكون شكل الخميرة تاني يوم، بيكون القوام اللي من فوق كده فوم شوية، وطبعا حجمها بيزيد، والقوام اللي تحت بيكون سايل. هفتح عليها دلوقتي علشان اوريكم شكلها عامل ازاي. بتكون من فوق عليها طبقة كده تقيلة يعني تخينة زي اي خميرة ما بتفور معانا بالظبط. بقلبها، ودلوقتي هنكسر الخميرة زي ما بيقولوا في الصعيد كده، وهنزود عليها 3 ملاعق كبار من الدقيق. هقلبهم كويس مع بعض، وبعدين هرجع اغطي البرطمان ده. وما تضغطوش جامد على الغطاء علشان برضو ما يطلع، يعني كده كده هو ممكن يزيد فممكن يكسر البرطمان. هخلي البرطمان جوه الطبق علشان هي ممكن تخرج من الطبق لما تختمر معانا. هغطي الطبق ده والخميره واسيبه في مكان دافي. لو في الصيف ممكن تاخد معاكي ساعه، لو في الشتاء ممكن ساعه ونص او اكتر، حسب طبعا درجه البروده او الحراره في البيت عندك. ده شكلها بيكون كده بعد ساعه بالظبط. اخدت معايا ساعه فبقت بالشكل ده. كده خلاص الخميره طبعا بقت ناجحه ومضمونه، وتقدري تشتغلي عليها وانت مطمنه. هفتح لكم برده البرطمان علشان تشوفوا شكله. بيكون بالشكل ده زي اي خميرة ما احنا بنختبرها وبتفور معانا. هفضي كل كمية الخميرة اللي عندي دي في طبق، وبعدين انا غسلت البرطمان بشوية مية علشان كنت محتاجة ازود الكمية. ما تنسوش بقى تشيلوا كل الفلفل الاسود اللي احنا استخدمناه علشان ينشط الخميرة، لان خلاص مهمته انتهت. زودت شوية مية كمان، وبعدين استخدمت نص كيلو من الدقيق، يعني حوالي 3 كوبايات او 3.5 من الدقيق. وهنعجنها، والعجينة دي بتكون زي عجينة الزلابية يعني ما بتكونش تقيلة. انا استخدمت نص كيلو دقيق ليه؟ لاني انا هعجن النهاردة على 3 كيلو دقيق، يعني انا هعمل فايش ب 3 كيلو دقيق.
هرجع اغطيها واسيبها في مكان دافي لغايه ما الخميره دي تختمر. دلوقتي هنجهز الحليب. احنا قلنا مش هنستخدم حليب، لكن هنستخدم اللبن البودره اللي هو النباتي اسمه لبن جوز الهند. هو ملوش اي علاقه بجوز الهند لكن هو اسمه كده. لو حابين تستخدموا اي نوع لبن تاني، نيدو او ميرو او حليب فريش من عند اللبان، نفس الخطوات هي مفيش اي تغيير غير في نوع اللبن بس اللي انا هستخدمه ان ده نوع نباتي. انا استخدمت 6 كوبايات من الميه يعني لتر ونص، وضفت لكل كوبايه ملعقه كبيره من الحليب، يعني التوتال انا ضفت 6 ملاعق كبار من الحليب. حابين تزودوا عن كده براحتكم. هرفعه على النار لغايه ما يفور ويغلي، وبعدين هسيبه في مكان لغايه ما يعني يهدى. ما ينفعش اعجن بيه وهو سخن كده علشان ما يبوظليش الخميره. رجعت دلوقتي للخميره بعد مرور ساعه ونص، لقيتها بالشكل ده، كانت نشطت وبقى فيها فقاقيع صغيره كده من فوق، وهوري لكم برده. هقرب منها علشان تشوفوا شكلها بيكون ازاي. بصوا القوام بيكون فومي كده من فوق زي الخميره، اي خميره بتختمر معاكم بالظبط. وكمان حجم الخليط ده بيكون زايد شويه، يعني هيزيد معاكي ضروري علشان هي هتختمر طبعا. دلوقتي هنبتدي يعني نعجن. انا اخدت اللبن، وزي ما قلت لكم اللبن لازم يكون دافي زي دمعه العين، ما ينفعش استخدمه وهو سخن. هضيف لي ملعقه كبيره مليانه من الكركم. حابين تزودوا او تنقصوا الكركم طبعا براحتكم، دي حاجه نسبيه حسب ما انتم بتحبوا. يعني انا اهو ضفت ملعقه الا ربع، وبعدين ضفت ربع ملعقه علشان حسيت ان هو لونه خفيف. لو في ناس ما بتحبش الكركم ممكن تستخدموا نص ملعقة من بودرة الزعفران، ودي بتتباع من عند العطار. كمان انا هضيف دلوقتي 3 ملاعق كبار من السمسم المتحمص. السمسم المتحمص بيدي طعم حلو قوي للفايش. اللي بستخدمه دلوقتي ده ايه؟ ده محلب. المحلب ده بيبقى شبه كده حبات القمح، بيتباع عند العطار برضو. انا حمصته على النار زي السمسم كده بالظبط، وبعدين هحطه في المطحنة بتاعت الخلاط. وعلشان مش هينفع يتطحن كويس فانا بطحن معاه 3 ملاعق كبار من السكر. كده كده انا هضيف 3 ملاعق سكر للفايش بتاعي، فانا هضيفهم في المطحنة علشان يطحنولي المحلب. هضيف كل دول بعد ما طحنتهم طبعا وبقوا ناعمين، هضيفهم للخليط. وبعدين انا ضفت 4 باكيت من الفانيليا علشان الفانيليا بتدي طبعا ريحة حلوة قوي للفايش. وضفت 0.5 ملعقة كبيرة من الملح. هدوب كل الحاجات الجميلة دي مع بعض. وهستخدم قد ايه من المادة الدهنية؟ هستخدم كوباية مليانة من السمنة السايحة. اختاروا اي نوع، انا بستخدم يا اما كريستال يا اما روابي علشان الاتنين دول نباتي. لو حابين تضيفوا ملعقتين سمنة بلدي، او ممكن مثلا تستخدموا نص الخليط ده زيت ونص سمنه، براحتكم خالص. دلوقتي انا ضفت الخميره اللي اختمرت معايا من شويه، ضفتها كلها. وهنا عندي 3 كيلو من الدقيق المنخول، لازم انخل الدقيق، ومش هضيف الدقيق كله برضو. وهضيف ملعقه كبيره ونص من البيكنج باودر، ده برضو بيحميلي الخميره وبيسرع لي عمليه التخمير، وبيخلي برضو العجينه تبقى زي الاسفنج كده وهشه وطريه. هبتدي الم العجينه دي وهعجنها. انا ما ضفتش ليه كل دي مره واحده؟ علشان الطبق اولا كان صغير عندي، ثانيا لما بضيف الدقيق كله مره واحده بيبقى العجن بالنسبه لي كده يعني صعب. فانتوا اعجنوه واخلطوا المكونات دي كلها في الاول، هي والعجينه خفيفه معاكي قبل ما تتقل، وبعدين اتحكمي في قوام العجينه براحتك. فضيفي شويه شويه دقيق، ما تضيفيش الدقيق كله مره واحده. انا طبعا علشان متعوده على الكميه دي بعملها، فانا عارفه الكميه دي هتاخد قد ايه دقيق، لكن انتوا ممكن تستخدموا اكتر من كده دقيق، لان الدقيق بيختلف من مكان للتاني. فخلوا جنبكم دايما زياده 0.5 كيلو دقيق. بفضل اعجن فيهم لغايه ما العجينه تتلم معايا وتبقى ناعمه وما بتلزقش في الايد. العجينة بتاعت الفايش بتحتاج عجن كتير، يعني انا فضلت اعجن فيها كده حوالي 1/3 ساعة. بتختبريها ازاي؟ بتمسكي قطعة من العجين وبين صوابعك كده بتشديها، لما تلاقيها ما بتتقطعش او تبقى زي الشبكة كده خلاص العجينة ناجحة ومضمونة وزي الفل. اخر حاجة بعملها بضيف 1/3 كوباية من السمنة وبختم بيها العجين، وبفضل اعجن فيها كده لغاية ما تختفي معايا السمنة ويتشربها كل العجين. شوية السمن الزيادة دول بيدوني قوام حلو قوي للعجينة، وبيبقى طعمها وريحتها مميزة. برجع تاني اخد حته من العجين صغيره بين ايديا كده وبختبرها، لما تلاقوها ما بتلزقش في ايديكوا كده وبتتمط وبتبقى كده عامله زي اللبانه، يعني مطاطيه وجميله كده، خلاص العجينه زي الفل. العجينه طبعا حجمها كبير على الطبق لان لسه هتختمر وحجمها هيزيد، فانا اخدت منها حوالي 1/3 كده وحطيتها في طبق تاني على جنب. برجع كده اخر حاجه هعملها، هعمل ايه؟ هاخد شويه سمنه صغيرين خالص كده وهغطي بيهم وش العجين.
الطبقين هعمل فيهم نفس القصه، لازم وش العجين نغطيه بملعقه سمنه سايحه كده وخلاص كده، بغطيهم واسيبهم في مكان دافي لغايه ما يتضاعف حجم العجينه، ما تستعجلوش عليه. المرحله دي بتاخد فتره شويه في التخمير، يعني انا اخدت معايا ساعتين، وفي الشتاء ممكن تاخد معاكم 3 ساعات ونص او 4 ساعات. المهم ما تستعجلوش ابدا على مرحله التخمير دي ابدا، لغايه ما يتضاعف حجمها ويبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. خلاص كده هبتدي اجيب الصاجات بتاعتي وهدهنها كويس بالسمنه، وهبتدي اصبعهم بقى واعمل صوابع الفايش اللي احنا متعودين عليها. وانا هعمل الفايش معاكم النهارده بطريقتين. دي الطريقه الاولى، ان احنا بنصبعه ونعمله صوابع كده، حاولوا تعملوه كله نفس الطول علشان يبقى شكله حلو، وكمان ما تزنقوش الصوابع على بعضها علشان كده كده هتختمر وحجمها هيزيد، فعلشان ما يبقوش يعني ضاغطين على بعض جامد فيطلعوا عينيكم بعدين وانتوا بتقطعوهم. هكمل كل الكمية بنفس الشكل، ما بياخدش وقت خالص طالما العجينة معانا جميلة ومعجونة ومخدومة كويس جدا جدا، التشكيل برضو بيبقى سهل جدا جدا. تاني حاجة هعملها النهاردة، هعمل معاكو قرص. القرص احنا بناخد قطعة كده بالحجم اللي انتو حابينه طبعا، ده ملوش اي مقياس. بكورها كده وبسيبها لغاية ما ترتاح، يعني انا مش هبططها دلوقتي. خلاص كده انا عملت اربع اقراص، هروح لاول واحد لانه هيكون خلاص ارتاح وهبتدي ابطط فيه، وبعدين هاخدهم بالتدريج كده من اول واحد لاخر واحد، لان اول واحد بيكون اكتر واحد ارتاح. ما تبططوش قوي علشان ما يبقاش يعني شكله كده مش مرتفع، انا ما بحبوش مرتفع قوي وما بحبوش متبطط قوي، يعني خير الامور الوسط. وبعدين بسيب الصواني دول في مكان دافي برضو، واقفلوا عليهم في اوضه او اي حاجه لغايه ما يختمروا وحجمهم يتضاعف، يعني استنوا طولوا بالكوا عليهم، لان لو ما اختمرش الفايش كويس ما بيزيدش كويس في الفرن، وكمان بعد ما بيستوي بيبقى مكبوس وما بيبقاش حلو. علشان يبقى الفايش معاكي اسفنجي وهش ويبقى كده فيه بركه ويزيد، لازم تستني عليه وتديه حقه في التخمير. انا سبته اخد معايا حوالي ساعتين في التخمير، طولوا بالكم معلش الحاجات دي بتاخد وقت شوية، لكن النتيجة بتبقى زي ما انتوا شايفين كده. بعدين بدخله على فرن، لازم اكون مسخنة الفرن على اعلى درجة، فرن البوتاجاز، وبرفع الرف اللي في الفرن على اعلى رف عندك في الفرن اللي هو فوق خالص اللي تحت الشواية. اول ما دخل الصينية بوطي الفرن على درجة حرارة 200، ما تخليهاش على اعلى درجة، على 200. بياخد معاكي الفايش قد ايه في الفرن؟ لو الصاجة بتاعتك صواني الومنيوم، يعني الصواني الالومنيوم دي اخدت معايا 25 دقيقة لان هي تقيلة، لكن الصاجات العادية ممكن تاخد معاكي 20 دقيقة مثلا. لو ما اخدش اللون الجميل ده ممكن توطي الرف بتاع الفرن، نزليه تحت ولعي الشوايه وخليها واطيه علشان ياخد معاكي اللون الجميل ده وما تتحرقش منك، يعني ما يبقاش لونها غامق. بعد ما بطلعه من الفرن ممكن اغطيه علشان يبقى محتفظ كده بطراوته ويبقى طري معايا. ما تقطعوش الحاجات دي وهي خارجه من الفرن، سيبوها لما تهدى براحتها، او ممكن تقطعوها تاني يوم علشان ما تفرولش منكم. بصوا بقى التسويه بيبقى شكلها عامل ازاي، التسوية مثالية 100%، ما تحرقش من تحت علشان انا رفعت الرف لاعلى رف في الفرن، ما تسويش على الرف اللي هو قريب من النار علشان ما يتلسعش منكو. بصوا بقى الفايش او الكحك او الاقراص بتستوي بتبقى هشة من جوه وعاملة زي الاسفنجة. بصوا بقى مهما وصفت لكم في جماله وطعمته وريحته الرهيبة، والله مستحيل او في حقه، مع اني مش عاملة بحليب فرش ولا اي حاجة، لكن عايزة اقول لكم طعمه كان في منتهى الروعة والجمال. بتمنى من كل قلب الوصفة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، واكون لبيت كل طلباتكم. بعد تاني يوم انا خلاص يعني فتحت الفايش كده وحطيته على الصواني ورصيته، وبعدين دخلته على فرن هادية جدا جدا على 150، وسبته وفضلت وقلبته على الناحيتين، يعني لما ياخد معاكي لون من ناحية قلبيه على الناحية التانية، علشان احنا بنعمل دلوقتي قرائيش، او ممكن تقطعوا الاقراص دي بالسكينة. انا عملت الشكلين علشان اوريكم، ده شكل الصوابع اللي احنا عملناها مع بعض، سامعين القرمشة، علشان انا سويته على درجة حرارة 150، وبعدين برضو بعد ساعة انا وطيت الحرارة دي وخليته على 130 وسبته براحته خالص، وسيبوه ياخد وقته في الفرن علشان يطلع دايب ومقرمش زي ما انتوا شايفين وسامعين كده. القطعة دي انا قطعت الاقراص بالسكينة شرايح كده، فعملت لكم الشكلين علشان الشكل اللي يعجبكم ممكن تعملوه. ما تنسوش بقى يعني تقديرا لمجهودي الجبار في الفيديو ده، تفرحوني بلايك وشير علشان يوصل لاكبر عدد من الاصدقاء والكل يستفيد معانا. بحبكم جدا جدا.